اظن او ارتفاع اسعار اللاعبين. شوف احنا ما دخلنا المنافسه لانه احنا حاطين موازنه خاصه فينا احنا معروف ايش بندفع. بصراحه المبالغ اللي تدفع اللاعبين الاردنيين لا يعني مبالغ صراحه مبالغ فيها جدا. يعني اللاعب برضه يطلع على السعوديه لموسم واحد مثلا او الخليج ب 60 70 الف دولار وبيجي هون بيطلب لك 50 60 الف دينار كانه يعني لاعب محترف. اعتقد انه احنا متحمل مسؤوليه كانديه برفع اسعار اللاعبين بهذه الطريقه، وكمان بنفس الوقت كثير من الانديه والاجهزه الفنيه هي اللي بترفع اللاعبين بتحضر اللاعبين مع هي بتعرف انها مش راح تتعاقد معهم لكن فقط لرفع اسعارهم تصير منافسه بين الأندية، وهذا اللي صار اللي أدى لارتفاع أسعار اللاعبين. وإن شاء الله يعني هذا دائما في السابق صار اتفاق ما بين الأندية أنه يكون في سقف معين للاعبين ولا ما صار التزام؟ شوف عمره ما صار هناك اتفاق بين الأندية أنه يكون في سقف، وأعتقد أنه هذا غير منطقي. إذا أنا نادي بدي أنافس مش راح ألتزم بسقف، يعني بصراحة لما يكون أنا معي فلوس ما راح ألتزم بأي سقف، وسواء نادي الوحدات الفيصل الرمتة كل الأندية اللي ممكن فيها عندها إمكانيات مالية مش راح تلتزم بالسقف لأنها بدها تنافس. لكن للأسف إحنا المنافسة والصرف كلياته بالنهاية هو دين وعبء على النادي، لأنه الجائزة قليلة جدا مقارنة بالصرف. إذا بتلاقي